students. I am your English teacher, teacher Maris from زهرة الأشرفية School. مرحبا أحبائي الطلاب. أنا معلمتكم لمادة اللغة الإنجليزية من مدرسة زهرة الأشرفية الخاصة المعلمة ميس. Today we're going to take some questions on the conversation lesson How late am I? اليوم بدنا ناخذ بعض الأسئلة على درس المحادثة اللي أخذناه سابقا How late am I? حكينا late معناها متأخر. Let's begin with question number one. Who woke Hansel from sleep? يعني من أيقظ هانسل من النوم؟ Woke أيقظ. طبعا رح تكون الانسر his mom يعني والدته. Number two. Did he set the alarm? يعني هل هو ضبط المنبه set the alarm؟ لا. أكيد هو ما ضبط المنبه وهذا هو سبب إنه ما صحي بكير على المدرسة. فالانسر راح يكون No, he didn't. Number three. What was he doing while he fell asleep? يعني ماذا كان يفعل بينما شعر بنعاس شديد في الأسليب وبالتالي نام؟ شو كان يعمل؟ إحنا متذكرين إنه كان بدرس. He was studying. Studying يدرس. Number four. What did Hansel have for breakfast? يعني شو كان هانسل بتناول في الفطور؟ احنا متذكرين انه الام حضرت له pancakes فطائر وهو انبسط بهذا الاشي. اذا الانسر راح يكون pancakes. Let's move to question 5. True or false? صح أو خطأ. Number 1 or A. Hansel wasn't hungry. يعني هانسل ما كان جائع. إحنا بنتذكر بالدرس إنه حكى I am starving. يعني أنا أشعر بجوع شديد. هو معناته خطأ. رح أحط لأن هو كان جائع. B. Hansel had a black mark on one side of his face. يعني هانسل كان عنده علامة black سودة على جهة واحدة من وجهه. احنا بنتذكر ان العلامة كان لونها black؟ لا، كان لونها blue ازرق بسبب الحبر. فراح احط false خطأ. C. Hansel wasn't sick. يعني هانسل لم يكن مريض. True صحيحة، هو مش مريض. Let's move to D. Hansel had a math test. يعني كان عنده اختبار رياضيات. صحيح، هذا الاشي انذكر في الدرس. Let's move to question number 6. Find يعني استخرج. بدي noun اسم. عندي Hansel اسم person اسم شخص. School اسم مدرسة. مدرسة اللي هو بنعتبره جماد أو ممكن أعتبره كمان مكان. B. Verb فعل مثل study يدرس. C. Adjective بدي صفة مثل late متأخر. Sick مريض.